تتعدد الأساليب القمعية للميليشيات الإنقلابية لكل من يقف بوجهها أو يخالفها بالرأي، إما بالقتل المباشر أو الاعتقال، لتمتلئ سجونهم بقادة الرأي السياسي والصحفيين والناشطين، والذين يتم استخدام بعضهم كدروع بشرية، وهذا ما أوضحته بعض الإحصاءات. قد بلغت حالة الاعتقال أو عدد المعتقلين في 11 محافظة للفترة من سبتمبر 2014 وحتى نهاية مارس 2016 حوالي 8419 حالة اختطاف، وبلغ عدد المخفيين قسرا 2338، وحالة التعذيب كانت عبارة عن 4689 حالة تعذيب، تم توثيق 166 حالة تعذيب. هنا وفي المدينة المحاصرة يقوم الناشطون برصد تلك الانتهاكات والقيام بالحملات التعريفية والوقفات الاحتجاجية المتكررة للتعريف بتلك القضايا وتعرية الميليشيات مما تمارسه من كذب وخداع ومبررات لكل ذلك. المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية من خلال الأسبوع التضامني مع المخفيين قسرا والمعذبين في سجون الميليشيات قامت بالعديد من الفعاليات، افتتحتها بإصدارها للتقرير الحقوقي الموت تحت سياط التعذيب، تلا ذلك وقفة احتجاجية ثم توجيهها لبيان مناشدة للضمير الإنساني وللمتشاورين في الكويت، تطالب فيه جعل قضية المخفيين قسرا والمعذبين في قائمة أولويات المتشاورين. المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية وبعد أسبوعها التضامني مع المختطفين قسرا والمعذبين في سجون الميليشيات تختتم حملتها بحفل تكريمي لكل من ساهم معهم في هذه الحملة. لا زالت الميليشيات الإنقلابية تواصل مسلسل الاعتقالات المستمر بحق الناشطين والحقوقيين والصحفيين، فيما تبذل الجهات الرسمية كل مساعيها من أجل إطلاقهم في مشاورات الكويت. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.